على مساحة واسعة من هذه الصحراء التابعة لمنطقة البقع شمال صعدة، يخوض الجيش الوطني معارك شديدة مع ميليشيا الانقلاب، ويسجل انتصارات مهمة في المحافظة التي تعد المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي. أود أن أوجه رسالة إلى أبناء صعدة، نقول لهم نحن قادمون لنزع الألغام وليس لزرع الألغام. المواقع الجديدة التي تمكن الجيش من السيطرة عليها أتت بعد شن عملية عسكرية مباغتة كبد الميليشيا خلالها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، كما أسر العديد من عناصرها. وبحسب مصادر ميدانية فإن ثلاث مواقع هي أم الغرف وأم الغربان وأم الماء هي أبرز المواقع التي استطاع الجيش تخليصها من قبضة الميليشيات. وتكمن أهمية هذه المناطق بكونها تطل على الخط الدولي الرابط بين محافظتي الجوف وصعدة. من أعلى هذه التبة المحررة يعلن أفراد الجيش الوطني ابتهاجهم بالنصر بعد أن كانت قناصة الميليشيا توزع منها الموت على المارة في الطريق العام.